لي الشقه بتاعت المطريه اللي وجد طب فيها اربع بنات. طب ايه كان مقصود ايه؟ كان حقيقي يعني حريت بحسك القلبي. هقول لك على حاجه، ينزلوا منها على العباسيه، ينزلوا منها على كنيسه، ينزلوا منها ما هو عارف ان ما فيش شعائر عشان يضرب يعني مصرية. المستهدف اخواننا الاقباط. امال يعني هيغلط عليهم في دينهم في في في, في عيدهم بايه؟ ما هي اكيد وربما واحده من عملياتهم وعندهم عمليات تانية كمان اخرى، او اكمنه او قول امني متحرك عارفين. لكن عايز اقول حاجه يا دكتور بس، ايا كان هدفهم ايه، هو هدفهم مثلا هينزلهم بالعشر بنادق الي والمتفجرات ولبس الجيش اللي اتظبط، هينزلوا مثلا يعملوا صواريخ في الهواء او يعملوا حفل شعبي؟ استحاله. يبقى ايا كان مخططهم، استهداف كنيسه، استهداف او اي حاجه في شم النسيم، او قول امني، او تمركز، او الى اخره، اكيد هيصيب ابرياء، هيصيب مدنيين. ده الشرطه حافظت على المدنيين وكان ممكن تنهي الهجوم في نص ساعة. يعني طول الفترة دي كان حرصا وحفاظا على المدنيين، وكان في مكبرات الصوت اللي قعدوا يقولوا وينبههم محدش يطلع عند الشباك. ده أول حاجة نزلت. هو أنا طالع للسبعة دول ليه؟ مش عشان أحميك؟ كيف إن أنا هدفي إن أنا أحميك يا مواطن من شرهم ومن رصاصهم، وألاقي إن رصاصي أنا ممكن طائش يصيبك إزاي؟ أو رصاصهم. فده خدت وقت جامد وجهد، والناس أنت عارفة إن إحنا فضوليين واقفين ورا الشبابيك يتفرجوا يا دكتور ويشوفوا مش عارف إيه وإيه. فكانت التحذيرات وطول الوقت كان ممكن جدا بالار بي جي أخلص نص ساعة وأخلصهم، لكن حفاظا على حياة على الأرواح المواطنين المدنيين. مش في سيناء كانت لأنه الشق القوات المسلحة الأهالي طبعا، والمنطقة مزدحمة بالسكان جدا، عشان كده أخلوها. المنطقة اللي كان فيها الحدث دي طبعا منطقة مزدحمة بالسكان. يا سيدتي انت شايفة العمارة، ده العمارة لوحدها طول ايه وجنب منها ايه وشمالها ايه.